انا طبعا حبيت اتكلم على موضوع الرواتب والضرائب وتأثير الضرائب على الدخل، وطبعا ده مهم جدا علشان اللي جاي كندا او اللي هو يتفاوض على شغل في كندا، سواء شغل انت جاي جديد او انت لقيت فرصة وانت قبل ما تهاجر لشغل هنا في كندا، فده طبعا هيكون شيء كويس جدا ليك ان انت تعرفه وتعرف ايه هو الراتب النهائي اللي انت عايز يوصل في ايديك. يعني اذا كنت بتطلب مثلا مبلغ معين، انت عايز المبلغ ده بعد استقطاع الضرائب والحاجات دي كلها، ايه الصافي اللي يوصل في ايديك. موضوع مهم جدا، وخاصة اذا كنت انت بتعمل دراسة شاملة مالية عن اللايف كوست واللايف ستايل الموجود في المكان اللي انت رايح له في اي بروفنس. فطبعا مهم قوي انك انت تكون ملم بالراتب، وخاصة هنا في كندا موضوع الضرائب ده من المواضيع اللي هي very essential يعني، وحيوية جدا، وبتأثر على دخلك بتأثير كبير جدا. فهناخد مثل بسيط، وانا مش هطول عليكم في الفيديو، هناخد مثل بسيط وهوريكم بعض الامثله من البروفنس التانية وبعض انواع الضرائب اللي موجوده. طبعا دي ممكن ما تكونش كلها، لكن ده معظمها او اللي متعرف عليه، وان شاء الله يعني تستفيد طبقه كبيره من الناس اللي هتيجي كده ان شاء الله. الضرائب او التاكس، التاكس جزء كبير جدا بيستقطع من الراتب او المرتب بتاعك او الدخل بتاعك، وطبعا الدخل ممكن يكون له عدة مصادر، ولكن اي شيء في كندا عليه ضرائب. يعني انت مطلع الدخل ده برا كندا، وده طبعا يعني شيء فاني جدا، بحيث ان انت لو عندك بيت زي مثلا ان انت من المغرب او انت من مصر او انت من بلد اي بلد وعندك بيت هناك، والبيت ده بيطلع لك دخل، والدخل ده دخلته كندا، بتدفع عليه ضرائب. طبعا ده في يعني في الظروف المثاليه، يعني ان واحد يروح لهم انا عندي بيت وبيطلع لي كام في الشهر وكده، لكن طبعا يعني ما فيش حد يعمل كده الا اذا كان يعني عنده اسبابه الخاصه يعني. لكن في الاول والاخر لازم نعرف ان كل شيء عليه ضرائب. الضرائب ممكن تؤدي لكن يعني لبعض الناس انها بتسيب كندا، لان بيشوف ان الجزء اللي بيستقطع من ضريبه جزء كبير جدا، بل في بعض الاحيان بتحس ان انت بتشتغل يعني لكندا، يعني بتحس ان انت شغال عند الحكومه. وبيحصل في بعض الاوقات ان انت بتبقى بتشتغل ساعات طويله جدا، وده حصل يعني في ناس كتير، وحصل انا شخصيا، ان انت بيبقى عندك مثلا بروجكت، زي مثلا انت بتشتغل في مهندس او بتشتغل معماري او في الاي تي او اي حاجه من دي، وعندك بروجكت معين، والبروجكت ده طبعا ساعات الاسبوع هنا، ساعات العمل الاسبوع العاديه اللي هي 40 ساعه، لكن انت بتشتغل يعني بمعدل كل يوم 8 ساعات، فانت بتشتغل بدل 8 ساعات بتشتغل 12 ساعه وبتشتغل 13 ساعه علشان تقدر ان انت تنجز الموضوع او البروجكت اللي معاك، وكمان ان انت تاخد بروجكت تاني وتالت وتخلص يعني. فبتيجي بتلاقي ان انت بتلاقي المحصلة النهائية ان انت جمعت فلوس كويسة، لكن بتلاقي انه معظم الساعات اللي انت اشتغلتها الاضافية دي اتاخدت كضرائب، يعني بيبقى طبعا شيء مش جيد يعني. والحاجة اللي فعلا بتبقى متعبة جدا للانسان اللي بتعرض للموضوع ده، ان انت عشان تشتغل بتبقى مضحي بوقتك ومع اصحابك ومع عيلتك ومع اولادك، وبتشتغل ليل نهار علشان ان انت تقدر تعمل مبلغ معين، وبعدين الحكومة تيجي تاخده كده وخلاص يعني. في سلبيات وفي ايجابيات للضرائب، ما بقولش ان هي كلها سلبيات ولا كلها ايجابيات، لكن في ضرائب فعلا بتصرف في مصادر يعني
بتنفع الناس كلها، وفي ضرائب بتصرف ما بنعرفش بتصرف فين. زي ما احنا شايفين الضرائب او ضرائب الدخل اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي بتنقسم الى جزئين، حاجة اسمها الفيدرال اللي هي هنقول عليها يعني الاتحادية. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان كندا مكونة من مجموعة من البروفنسز، يعني عندنا البرتا، عندنا ساسكاتشوان، عندنا اونتاريو، عندنا يعني عندنا اكتر من بروفنس، فكل بروفنس كلها بتبقى خضع بتطبق الضريبة دي على الدخول، ودي بيسموها الضريبة اللي هي الفيدرال. وعندنا البروفينشال اللي هي الضريبة اللي هي الخاصة بالمقاطعة نفسها. ضريبة المقاطعة نفسها بتختلف من بروفنس لبروفنس، يعني ممكن تلاقيها عالية في بروفنس ثانية بتبقى أقل شوية في بروفنس وهكذا، لكن الفيدرال بتبقى موحدة في كل المقاطعات. الحاجة اللي عايزين بس نعرفها هنا هو إن لو بصينا إلى الارقام اللي قدامنا دي سواء على اليمين او سواء على الشمال، اللي هي ان هي بروجريسيف، اللي هي ان هي ضرائب تصاعديه، يعني كل ما بتعمل اكتر كل ما بتدخل في براكت او في بيسموها ايه شريحه تانية. الشريحه دي بتبقى عشان الناس تقدر تفهمها مظبوط، الشرايح دي انت راتبك بيتقسم لشرايح، يعني انت لو راتبك 20 بعد كده بتبقى 40، بيقول لك والله اول 20 هيبقوا في الشريحه دي، بعد ال 20 الباقي هيدخل في شريحه تانية اللي هي بتبقى تابعه للمبلغ اللي هو اللي انت دخلت فيه. فلو بصينا هنا هنلاقي ان الشريحه الاولى اللي هي 15% اللي هي من 0 ل 42707، ويعني دي اللي هي بتبقى الشريحة الأولى. فأنت لو الراتب بتاعك لحد 42,707 دولار هيتخذ عليه 15% فقط. لو عدى الراتب بتاعك سي مثلا 50، يبقى هتدخل أول 42 اللي هم الأولانيين دول في 15، وبعد كده نطرح اللي هو نطرح 42 من الباقي اللي هو زي ما احنا شايفين 42,708 ل 85,414. لو انت مثلا من بتاخد 50,000 في السنة، فالفرق بين اللي هو 42,708 و 50,000 اللي هو المبلغ اللي هو هيبقى بينهم الاثنين دول هيبقى خاضع ل 22,000 وهكذا. الموضوع سهل وبسيط جدا، فانت بتدخل في شرايح. يعني مش معنى ان انت الـ وصلت ل 85,000 ان انت كل راتب بتاعك هيبقى 26، لا، انت هتقسم الشرايح وهكذا. اعتقد النسب دي في اونتاريو دي النسب اللي هي بيقول لك ايه من 0 ل 39,000 وكذا، دي هتبقى 5% بعد كده الشريحه الثانيه اللي هي 9.9.15 وبعد كده 11.60. هناخد مثالين زي ما احنا شايفين كده. ده مثل ده واحد بيعمل 40,000، الفيدرال تاكس بتاعه هيبقى 40 في 15 اللي هم دول، لان هو من 40 لان هو 42 صح، يبقى لسه قدامه 2707، يبقى هو لسه تحت الشريحه، يبقى اذا بيبقى في الشريحه اللي هي ب 15، اذا هياخد هنا ال 15 6000، والبروفينشال تاكس اللي هو 40 في اللي هو الشريحه دي، فهيبقى عندنا كام؟ يبقى عندنا المبلغ ده اللي هو 2000 whatever. المحصله النهائيه هتبقى 8000 اللي هو جمع بين البروفينشال والفيدرال، يبقى المجموع الكامل هيبقى 8109.67 سنت. مجموع النسبة او الضريبة اللي اتفرضت على اللي بيكسب 40,000 ده اللي هو ده احنا شايفينه ده اللي هو 20% 27.27%، وده اللي هو الضريبة اللي اتفرضت عليه من الاثنين سواء فيدرال او بروفينشال. اما اخونا اللي هو بيقبض اللي هو 100,000 ده طبعا حكايه تانية خالص، هيبقى طبعا داخل في شرائح كتير جدا، داخل في شريحه ال 42,000 وال 85,000 وبعد ال 85,000 لغايه ال 132، فطبعا هنلاقي هنا ان هو داخل في اكتر من شريحه، والمحصله التوتال من الفيدرال والبروفينشال وكل الكلام ده كله حوالي 27,000. فلقى ان هو اتفرض عليه ضرائب 27 او 27.59%. تمام، يبقى اذا
اللي عمل 40,000 فرض عليه ضرائب 20.27%، واللي هو عمل 100,000 اتفرض عليه 27.59%. وزي ما احنا شايفين هنا فرق الضريبة اللي اتاخدت، ده اتخصم منه قول 8,000 وكسور، وده اتخصم منه حوالي 27,500 وكسور. طبعا مبلغ كبير، يعني انت ساعات بتحس ان اللي بيعمل مبلغ اقل بيبقى افضل، هو اللي بيعمل مبلغ اكتر وبيشتغل يعني هارد وركر وساعات ما بينامش بيتخصم منه اكتر، فده برضو شيء مهم بنحب ناكد عليه. صحيح ده في الاخر يعمل مبلغ اكتر شويه، يعمل له مثلا 65,000 ولا 70,000 ولا حاجه، لكن في المبلغ اللي اتاخد منه مبلغ مش هين، يعني تخيل ده بيتاخد منه كل سنه 27,500، يعني اضربها بقى في 5 سنين، يعني مبلغ كبير جدا. طبعا زي ما قلنا انواع الدخل، في انواع الدخل كتير جدا، في السالري والانترست انكم، دول يعني اماست لازم بتاخد عليهم ضرائب، بمعنى ان انت لو بتاخد راتب لازم بتاخد عليه ضرائب، لو حاطط فلوس في البنك والبنك ده بيديك ربح يعني بيديك فايده فانت برضو بيتاخد عليها ضرائب، بيديك حاجه في الاخر كده زي تقرير عن الانترست اللي انت خدته ويبعته منه نسخه للحكومه، والحكومه بتقول لك والله عايزين نصيبنا في الحاجات اللي انت كده يعني ادوها لك. تمام. في بقى الديفيدنت والكابيتال جين، دول ليهم طريقه تانية تعامل في الضريبه، نسب معينه انا مش هدخل في تفاصيلها، لكن برضو انت لو عندك اسهم وسندات وبعتها وكسبت فيها برضو بتدفع عليها ضرائب. طبعا الشغل بيختلف من مكان لمكان، وفي مستقطعات تانية بتتعمل، المستقطعات دي زي التأمين الوظيفي اللي هو بيسموها الامبلويمنت انشورنس، والامبلويمنت انشورنس ده افرض زي مثلا انت اشتغلت في شركة معينة سنتين ثلاثة وبعدين جم استغنوا عن خدماتك، فالحكومة بتقول لك والله انت دافع تأمين وظيفي، في الحالة دي هنديك لمدة مثلا 10 شهور 11 شهر راتب كل شهر. طبعا الراتب ده له حد اقصى، يعني انت لو بتعمل في الشهر 10,000 دولار الحد الاقصى بتاعك من الاي اي حوالي مثلا 1850 او 1900، فتخيل انت مثلا كان البيتشيك بتاعك بعد الضرايب وبعد كل حاجة كان بيجيلك مثلا 3,000 دولار، تمام، هما يدوك بس 945 دولار. انت طبعا كنت عايش باللايف ستايل ده، اترفدت من شغلك او تعمل لك لي اوف، هتاخد بس 945 لشهور معينة، وفي شروط طبعا للاي اي على فكرة، لازم تكون اشتغلت شهور معينة وعدد معين من الاسابيع، طبعا ده شيء لازم تحطه في اعتبارك. التأمين الصحي اللي هو الحكومي ما بيغطيش كل حاجة، التأمين الصحي الحكومي بيبقى مغطي يعني تروح المستشفى، زيارات اللي هم اللي بيسموها الفاميلي دكتور، كان ده كله، لكن الأسنان والنظر والحاجات دي والفيزيوثيرابي والكيروبراكتيك وأي شيء، والأجهزة التعويضية وكان ده كله، كل ده ما بقاش الحكومة ما بتغطوش، لازم يكون عندك تأمين صحي. تأمين صحي على حسب ما انت بتكون شغال في شركة، في شركات بتاخد منك نسبة معينة وفي شركات بتدولك مجانا، لكن معظم الشركات يعني حاليا بتدي تأمين، يعني لازم تكون كمان شغال فول تايم مش كونتراكتور ولا بارت تايم، فمعظم الشركات بتدي تأمين مجاني كمان اللي هم بيسموها بنيفيتس، وبعد كده في شركات تانية بتاخد منك تقول لك مثلا والله انت عايز تعمل مثلا تغطية الأسنان ب $1,000 في السنة أو 2,000 دولار، يبقى تدفع مثلا $20 كل شهر وهكذا. المهم احنا جينا ايه، ده اللي عايز يعني اوضحه في نقطة المستقطعات التانية. في ضرائب أخرى زي ضريبة المبيعات، طبعا
يعني دي مش ضريبة على الدخل لكن انت بتدفع. يعني عايزين نقول برضو ان الضرايب في كندا مش ضريبة على الدخل بس وخلاص، لا ده انت في ضرايب تانية بلاوي بتدفعها تانية كتير، زي ضريبة المبيعات. تشتري كل تشتري حاجة بتدفع عليها ضرايب، يعني لو رحت تشتري حاجة مثلا ب$100 بدفع عليها $5 لو انت في ألبرتا. تمام، ألبرتا ضريبة المبيعات فيها 5%، بريتش كولومبيا 12%، يعني لو اشتريت حاجة ب$100 بتدفع عليها $12. ضريبة المبيعات بتختلف من بروفنس لبروفنس. فطبعا في تريك هقولها لكم عليها او تريك معين، ساعات بيكون ضريبة المبيعات تقول ده شيء كويس جدا وكويس ان هي ضريبة المبيعاتها رخيصة فانا ممكن اعيش في البروفنس دي، لكن انت لو بصينا للجدول اللي بعديه اللي هي حاجة مهمة جدا اللي هي ضريبة العقارات. طبعا انت لو عندك بيت في كندا فبتدفع عليه ضرائب، طبعا ده غير المصاريف التانية. يعني انت لو عندك بيت ده لوحده ده مشكلة ان انت بتدفع عليه ضريبة مبيعات، بتدفع عليه تأمين، وبتدفع عليه كمان حاجة اسمها community fees ان هم بيعملوا يعني maintenance في الصيف مثلا حطوا ورد مش عارف ايه الحاجات دي كلها، يشيلوا التلج، تدفع كل سنة او كل شهر مبلغ. كمان اليوتيليتيز غالية جدا، النور والمية والغاز، يعني بتلاقي مثلا بتدفع مبلغ. يعني ممكن ضريبة العقارات هنا هنشوف كده بتختلف من بروفنس حتى لبروفنس. مثلا كالجري اللي هي المدينة اللي انا فيها، لو دي نبص كده هنلاقي هنا لو عندنا بيوت، لو بصينا للبيت ده مثلا تمنه $250,000 وده تمنه $500,000 وده تمنه $1,000,000. تمام؟ طيب بص للأسعار وبص للضريبة اللي بتاخد عليه. طبعا لو بصيت هنا على اللي هو 250,000، لو عندك بيت تمنه 250,000 هتدفع في كالجري 1589. فلو انت في بريتش كولومبيا او في فانكوفر هتدفع 617 بس. تمام؟ 670 دولارز. هتدفع هنا كام؟ $1589، يعني فرق أكتر من الضعف. مع إن هنا في كالجري ضريبة المبيعات كام؟ 5%، وهناك كام؟ بصينا هنا كام؟ 12% اللي هي دي. ولكن هم خدوا منك الفلوس بطريقة تانية وبطريقة يعني جهنمية، إن أنت تعتقد إن البروفنس هنا دي 5% هروح أعيش هناك ودي هبعد عنها. لكن للأسف هديني نبص هنا لان هم واخدين منك جزء كبير جدا في الضريبة العقارية. وهنيجي نبص كمان هنلاقي لو انت عندك بيت اكبر مثلا اغلى $500,000 ده 1234 ده $3,179. اما لو كان عندك بمليون بقى فانت ايه، وعلى فكرة بيت بمليون ما تفتكرش يعني ان هو يعني حاجة، لا في بيوت بمليون عادية يعني. فلو بيت بمليون هتدفع عليه في فانكوفر 2468 وهنا هتدفع عليه 6357. يعني شوف ده لو في الشهر، ده المسائل اللي بقارن بينها وبين فانكوفر وبين كالجري، هتلاقي ده اللي هتدفع في الشهر. يعني شوف هنا بتدفع هنا 205، هنا بتدفع 529. فطبعا وتورونتو برضو، تورونتو انا حاطط لكم كده كريفرنس يعني، لكن شوف ال كميه الضرايب اللي بتتاخد قد ايه من الواحد ده. طبعا كنت سايت ممكن بتحسب عليه الضريبه بتاعتك، فزي ما احنا شايفين هنا محسوب على واحد بياخد 100,000، ففي الاخر عندنا اللي هو الضريبتين اللي هو الفيدرال وعندنا اللي هو البروفينشال، فطلع هنا اللي هو الفيدرال وطلع هنا البروفينشال ونجمعهم على بعض طلع المبلغ النهائي. في الاول والاخر اللي احب اقوله، ودي نصيحه من اخ لاي حد عايز يجي كندا، كندا معظم الناس هنا في كندا مش عايزين، يعني الحكومه نفسها مش عايزه حد يبقى غني، يعني في ناس اغنياء لكن مش عايزين كل الناس تبقى اغنياء، وفي ناس بتستغل حتى نظام الضريبه ده، وفي ناس لان الحكومه بتساعد
اللي هم ضعاف الدخل او الناس اللي عندهم يعني ظروف معينه، لكن هم بيفضلوا عايشين في الظروف دي ومش عايزين يروحوا منها وبرفضوا حتى الشغل. فاللي عايز اقوله ان كندا مش لكل واحد، وما تفتكرش انك انت يعني لو عندك مشاكل ان هتنتهي هنا في كندا. هو في انواع اخرى من المشاكل في كندا، لكن النظام الضريبي عموما هو انا بعتبره نظام على قد ما هو جيد على قد ما هو سيء، لانه نظام مش عادل، بدليل ان في ناس انت بس تعرف ازاي تتحايل على القانون علشان تقدر يعني الناس اللي هي مثلا بتفتح مشاريع او بتفتح بيزنس صغير وبتتعامل بالكاش. خلاص انت لو تعاملت بالكاش لا يمكن الحكومة هتثبت عليك انت بتعمل قد ايه. يعني لو انت سي مثلا انت عندك محل مثلا صالون حلاقة وممنوع وكاتب، وانا شفتها، ان انت ما بتاخدش فلوس الا لما تكون كاش، ما بتاخدش لا بتتعامل لا ديبت ولا كريدت ولا اي شيء. فانت الفلوس دي لو طلعت مثلا انت 100,000 في السنة، هتقول انا والله طلعت 40 وضربت 60 تحت الطاولة. تمام، دي من ضمن الطرق اللي الناس بتتعامل بيها. فأتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان يكون اديتكم صورة، واسف ان هي صورة مش وردية يعني، لكن هي دي الحقيقة. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.